يقول السائل: انتشر في هذه الأيام مكالمات عن طريق الفيديو، أي أنك ترى من تتكلم معه مباشرة، فهل يجوز استعمال ذلك أم أنه من باب التصوير؟ لا لا، هذه صارت الفتن. إذا صارت اللي تكلمك امرأة بصورة امرأة، هذه فتنة. لا تكلمها بالجوال اللي فيه التصوير، كلمها بالجوال المجرد اللي تسمع الصوت ولا ترى الصورة، وهذا يكفي للحاجة ويسد الحاجة. وش الحاجة من الصورة؟ نعم.